بسم الله الرحمن الرحيم. موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. أكدت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية تأييدها التام لمواقف قيادة الشرعية وما صدر عنها من بيانات وإجراءات تجاه القصف الجوي الإماراتي الذي استهدف الجيش في عدن وأبين. ودعت الأحزاب اليمنية إلى الالتزام ببيان التحالف العربي الصادر يوم 10 من شهر أغسطس المنصرم، والذي أكد على انسحاب التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المعسكرات والمؤسسات التي استولت عليها، وحل كافة الخلافات بين شركاء الوطن بالحوار تحت سقف الشرعية والمرجعيات الثلاث، ورفض استخدام السلاح لفرض أي خيارات سياسية. وثمنت الأحزاب والقوى السياسية الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية وجهودها في احتواء الأحداث التي حصلت مؤخرا. نفذ المئات من أبناء الجالية اليمنية في ولاية ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية وقفة احتجاجية تنديدا بالاستهداف الإماراتي للجيش الوطني، وطلب المحتجون بكف الإمارات عن العبث في اليمن وإيقاف دعمها لميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي. تمكن الجيش الوطني من إسقاط طائرة حوثية مسيرة في مديرية حرب بمحافظة حجة. مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة قال إن الطائرة الحوثية كانت محملة بالمتفجرات، وحاولت الميليشيات تفجيرها في المدنيين بقرية الغرزة بمديرية حرب، موضحا أن الجيش الوطني تمكن من تفجيرها في الجو. وتعد هذه الطائرة هي السادسة من نوعها التي يعترضها الجيش في سماء المناطق المحررة في محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري. اعترضت الدفاعات الجوية السعودية اليوم 3 صواريخ باليستية في سماء نجران جنوب المملكة أطلقتها الميليشيات الحوثية وفق ما نقلته وسائل إعلام سعودية. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الرق تركي المالكي عن إسقاط قوات التحالف طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية من عمران باتجاه المملكة. قال مصدر عسكري إن ميليشيا الحوثي فقدت المئات من عناصرها بينهم قادة بارزون بنيران قوات الجيش الوطني في مديرية كتاف بمحافظة صعدة خلال المعارك التي دارت في الأيام الماضية. وأوضح المصدر أن أبرز القيادات التي لقيت مصرعها العميد أمين حميد الحمياري المعين من قبل الميليشيا كقائد لمحور صعدة، وعبد الله حسين علي حسين النوع المعين كقائد للتدخل السريع، وجعفر المراني والمكنى أبو صلاح المعين كنائب لمدير جهاز الأمن السياسي بصعدة، إضافة إلى القيادي نسيم القيدلة الملقب بأبي الكرار. فرضت ميليشيات الحوثي العشرات من عناصرها على شركات خاصة بالحراسة الأمنية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها. ووفقا لمصادر مطلعة فقد عينت الميليشيا مشرفا لها كمندوب في كل شركة خاصة بالحراسة الأمنية، وفرضت توظيف العشرات من عناصرها ضمن الحراس الجدد التابعين لهذه الشركات الخاصة التي تقوم بتأمين وحراسة المراكز والمنشآت والمؤسسات والشركات التجارية ومنظمات المجتمع المدني وبالشكل الخاص المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وكانت ميليشيات الحوثي عمدت قبل أكثر من شهر على فرض إتاوات جديدة في عدة قطاعات اقتصادية وخدمية، كما أطلقت ما أسمته بالحادث القضائي على عدد من الشركات التجارية تمهيدا لنهبها. أعلن مركز مسامي السعودي لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة عن نزع أكثر من 1000 لغم خلال شهر أغسطس المنصرم. وأشار مركز مسامي لأن إجمالي ما تم نزعه منذ بدء عمل المشروع قرابة 85,000 من الألغام والعبوات الناسفة والقذائف غير المنفجرة التي خلفتها الميليشيات الحوثية في المناطق المحررة. نهاية الموجز، في أمان الله.